فرحة دكة بدلاء النادي الأهلي أثناء الهدف بتاعهم، ودي أيضا فرحة دكة بدلاء نادي الزمالك أثناء الهدف بتاعهم أو أثناء أولى أهدافهم، يعني ساعة ما دخل الأهلي دخل الهدف الأول بتاعه دي اللقطة، وساعة ما الزمالك دخل الهدف بتاعه أيضا دي اللقطة. باختصار كده يا جماعة، مباراة القمة شكلها كده والله أعلم مش هتخلص، كل يوم بتظهر حاجة جديدة وكل الناس تتكلم عليها وتعمل ضجة ما حصلتش في التاريخ، كل شوية يعني لسه امبارح الطفل اللي كان مع الكابتن مدحت شلبي على قناه اون تايم سبورتس، بعديها الفيديو النهارده اللي مكسر الدنيا بتاع دكه بدلاء الاهلي والزمالك، والكومنتات اللي شغاله عماله تتقال من دكه البدلاء، طب يلا طب العب طب كويس استر يا رب هدف، لا طب ازاي ما سايبينه لوحده، طب مش عارف ايه، حاجات كتير جدا وكواليس كتير جدا ما ظهرتش غير النهارده. النهارده يا جماعه الفيديو ده بصراحه كسر الدنيا، عرفنا ازاي ان اللاعب بيبقى مضغوط طول المباراه، عرفنا ازاي ان اللاعب اللي داخل الملعب بيبقى مضغوط واللي على دكه البدلاء ايضا مضغوط اكتر منه، اللي داخل الملعب خايف من كل حاجه وبيعمل اقصى ما عنده، واللي بره الملعب شايف ان في اخطاء بيعملها اللي داخل الملعب، وبالتالي ده مضغوط وده مضغوط. ولكن المشكله الكبيره ان احنا كجمهور تفكيرنا بيختلف تماما عن لاعب كره القدم اللي جوه الملعب، انك تكون داخل المستطيل الاخضر دي قصه ثانيه لوحديها، وانك تكون قاعد من بره وشغال عمال بتشاهد المباراه وكمان لا وبتفنن كمان في المباراه، لا وبتحلل كمان المباراه وشغال عمال بتقول اللاعب ده واللاعب ده واللاعب ده، لا ما اعتقدش ان في لاعب هيقول يا رب مثلا خليني ما العبش كويس، لا كل اللعيبه عايزه تعمل احسن ما عندها، كل اللعيبه بتحاول انها تجتهد على قد ما تقدر، ولكن في الاول وفي الاخر الموضوع بيندرج تحت حاجه اسمها التوفيق، يعني التوفيق من عدم، وبمعنى اصح واحد تلاقي ربنا موفقه ان هو مثلا لا هو هيبقى موفق في المباراه دي، واحد تاني تلاقي عدم التوفيق مخليه حتى لما يكون يعني عايز اقول لك لو المرمى فاضي مش هيجيب هدف لان مفيش توفيق بالنسبه له، كوره زي كوره إيليو ديانج وابو جبل اللي هو الهدف الاول للنادي الاهلي في نفس المباراه دي، حاجه غريبه يعني انت عمرك ما تتوقع ان واحد زي ابو جبل حاجه كبيره فاللي هو الكوره تدخل بنفس الشكل او بنفس الستايل ده، ولا انا كنت اتوقع ولا انت كنت تتوقع، كلنا كنا نتوقع ان المباراه هتكون فيها نديه، الند بالند، انت عايز تظهر افضل ما عندك وتلعب وهو عايز يظهر افضل ما عنده ويلعب، ولكن اكتشفنا ان النادي الاهلي كان هو اللي مسيطر شويه في المباراه. ده كان الفيديو باختصار، اشترك في القناه وفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل اخبار الكره المصريه.